تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه بزيارة إلى القيادة العامة لقوة دفاع البحرين هذا اليوم. فلدى وصول جلالته كان في الاستقبال صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين والفريق الركن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي والعقيد الركن سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة قائد قوة الحرس الملكي الخاصة. كما كان في الاستقبال سعادة الفريق الركن عبد الله بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع وعدد من كبار الضباط. وخلال لقاء جلالته حفظه الله بكبار الضباط أشاد بالتحديث المتواصل في منظومات الأسلحة والتدريب العملي والنظري الذي تشهده قوة دفاع البحرين وبالكفاءة العالية التي يتسم بها جميع رجال قوة دفاع البحرين وما يتميزون به من بسالة وشجاعة في جميع المهام التي توكل لهم، مضيفا أيده الله أنهم دائما على قدر المسؤولية وموضع ثقتنا وتقديرنا المستمر، متمنيا جلالته رعاه الله للجميع دوام التوفيق والسداد.